أطلقت وزارة الصحة أكبر محاضرة للتوعية بمرض السكري والصحة، وتمكنت من خلالها تحقيق إنجاز دخول المملكة قائمة جينيس للأرقام القياسية بمشاركة أكثر من 1300 مشارك، حيث بلغ عدد الحضور 1577. كل إنجاز عظيم كان يعتبر ذات مرة مستحيلا، إلا أنه لا مستحيل يوجد في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال مشاركة أكثر من 1300 مشارك في أكبر محاضرة للتوعية بمرض السكري بالتزامن مع احتفالات منظمة الصحة العالمية ودول العالم باليوم العالمي للسكري، والتي جاءت تحت شعار المرأة والسكري. احنا اليوم سعيدين وعندنا فرحة عيد بان انجاز الحقيقي اللي حققته مملكة البحرين، ليس فقط وزارة الصحة ولكن كافة الأطراف المتعاونة معنا في كسر هذا الريكورد اللي كان نسعى إليه من زمان، والحمد لله ان احنا استطعنا ان نتجاوز ما كنا نتوقعه في مجال المحاضرة القيمة اللي قدمت بالعدد الهائل اللي حضر هذه المحاضرة. سلسلة من المحاور تضمنتها المحاضرة لتسليط الضوء على حجم انتشار المرض وأنواعه وأسبابه، والإشارة إلى أهمية تشخيص المرض وعلاجه وأبرز مضاعفاته، إلى جانب إبراز أهمية العناية الخاصة بالمرأة المصابة بالسكري، والدعوة إلى تبني ثقافة صحية في المجتمع كاملا للوقاية من مرض السكري. محاضرة اليوم جزء من مجهود عالمي للاحتفال باليوم العالمي للسكر، التركيز هذا العام على المرأة والسكري، حيث أن عبء السكري على المرأة لا خصوصيته عبء أكبر وعين المجتمع فيه، وأيضا نحمل المرأة مسؤولية خلق ثقافة صحية في المجتمع علشان الجيل الجديد يتربى في رياضة في تغذية صحيحة وسليمة، نبعد عن الأمراض المزمنة وأهمها السكري إن شاء الله. نخبة من الأطباء كانت جهودهم واضحة في إيصال معلومات ذات قدر كاف حول مرض السكري بمشاركة مختلف أطياف المجتمع من المؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات ودور كبار السن وطلبة المدارس، لنؤكد معا على ضرورة نشر الوعي والعناية الصحية لجميع الأفراد بأعمارهم المختلفة. رقما قياسيا حققته مملكة البحرين بأكبر تجمع في محاضرة التوعية بمرض السكري بمشاركة 1577 مشاركة للوقوف على أهمية التوعية بهذا المرض وطرق علاجه. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.